قبل المقطع يا حبايب، سارة يوتيوب نزلت مقطع عن فضيحة مريانة غريب قبل عملية التجميل وبعد عملية التجميل، وطبعا حطت كل الصور والدلائل بالفيديو مالتها. الفيديو مالتها كلش مهم يا حبايب، انا ما حبيت انزل هيك شيء على قناتي. اتمنى تروحوا تشوفوا المقطع مال سارة يوتيوب لان المقطع كلش مهم عم تعرفوا الحقيقة. على كل رابط المقطع بالوصف، شوفوا المقطع بعدين احكموا على القصة. الخبر اول اللي عدنا عن ياسو ودخولها المستشفى. فياسو نزلت على حسبها بالانستغرام شويه ستوريات، طبعا بالبدايه كانت منزله شويه ستوريات تقول بيها انه هي مريضه بسبب التبريد. بعدها سبحان الله بعد ما نزل المقطع مال مصطفى ريدر تقريبا بساعة واحدة نزلت شويه ستوريات كانت من داخل المستشفى انه هي بالمستشفى وكاتبه شكله كورونا. بعد صارت تقول الحمد لله هي حاليا احسن وباكر راح يطلع الفحص مال كورونا اذا بيها او لا. وطبعا اغلب المتابعين صاروا يتهجموا عليها ويتهموها انه هي كذابه. طبعا خلف انه هي اساسا كانت ماخذ اللقاح مال كورونا يا حبايب، واغلب لاحظ انه هو بعد ما نزل الفيديو مالته وصار لها تهجم هي نزلت هذا الستوري. عم تخلي الناس نوعا ما ينسوا الموضوع. هذا نفس الشيء سوته نور ستار بمشكلته هي نارين بيوتي بالسابق، وسوته بيسان اسماعيل ويا جواني بمشكلتها بالسابق. على مود ياخذون استعطاف المتابعين، اكون هذا الموضوع حقيقي فان شاء الله ما بيها الا العافيه يا حبايب، وان شاء الله تشافها بسرعه وقت. راح اعطيكم ستوريات مالتها نزلتها الصبح اللي تقول بيها انه هي حاليا احسن وشويه كلام مهم. شو اخباركم؟ عن جد شكرا كثير كثير كثير، يعني كميه الرسائل اللي اجتني بتجنن، عن جد بحبكم كثير. الحمد لله ما في شيء خطير يعني، بس انه حطوا لي سيرومات لانه انا مناعتي كثير ضعيفه وفيتامينات ما في وهيك، فجسمي بشكل عام ضعيف. الحمد لله اليوم انا احسن، بس لهلا ما طلعت النتيجه. ان شاء الله ما تطلع كورونا، لانه على الساعه 3 حتطلع النتيجه، 3 الظهر العصر. لانه اذا طلعت كورونا رح اضطر انحجر 14 يوم. حتروح المفاجاه اللي حكيت لكم عنها، انه في مفاجاه بواحد 8 وهيك، فدعوا لي ان شاء الله ما تطلع كورونا. ننتقل حاليا لمحمد جواني وتهجمه على بيسان اسماعيل انه هو متندم انه خلاها انسانه مشهوره. فبعد نزل شويه ستوريات يسال بها متابعينه انه هل انتم سويتوا شيء بحياتكم وتندمتوا عليه، وهو نزل ستوري يقول حاحكي لكم الاشياء اللي انا سويتها بحياتي وتندمت عليها. بعد نزل شويه ستوريات فجر قنبله بها يا حبايب، فصار يقول انه انا متندم اني شهرت هوايه اشخاص طلعوا على قناتي وهم خانوني او حاليا صار يحكون علي بعد ما انا شهرتهم. وبنفس الوقت يا حبايب صار يعلن انه حينزل فيديو كليب جديد. فيديو كليبنا راح يكون وش خرافي، راح اعطيكم الستوريات مالته تشوفوها. بالاول مساء الخير وصباح الخير وكل عام وانتم بألف خير. حبايب للقلب في عندي خبر حلو راح احكي لكم اياه، بس لحظه راح اجاوب هذا السؤال. الشغلات اللي بندم عليها انا ما بندم على شيء. نحن ما بنندم، نحن بنتعلم وما بنعيد الدرس نفسه. بس في شغله صارت معي انه بالسوشيال ميديا من 2016 لحد الان طلعوا كثير مشاهير معي على القناه، ومنيتي على حالي وساعدتهم وعلمتهم وقلت لهم هيك امشوا بالطريق هذا، وطلعوا معي وتصورنا ورب العالمين وفقنا سوا بالبدايه، بس غيروا نيتهم حاليا صاروا مشاهير وما حد يعرف جواني، وفوق منه بتحدوا جواني. يا اخي طيب انا، انت هذا الجمهور، هاي الناس لو مو جواني من وين بيعرفوك يا حبيبي؟ ها اقول لها الله يسامح الكل، طول عمري مثل مارسي. تمنى حباب بالكومنتات انتوا يا منو ويا جواني او بيسان اسماعيل. ننتقل حاليا لنورمار والقنبله اللي سواها يا حبايب. بعد ما متابعين يارامار صار يتهجموا على نورمار انه يريدوها يرجع قناتها الاصليه اللي بها 1,300,000 ليارامار. نورمار رد عليهم رد كلش ناري، بحيث هو حذف القناه من اساسها. بالبدايه حذف الفيديوهات مالتها وشال الصوره، بعدين حذف القناه على الاخر، يعني القناه مستحيل انه ترجع. لو تدخلون عليه يقول لك هذه القناه ليست موجوده. طبعا للاسف هذا الشيء صار يا حبايب. اكتبوا لنا بالكومنتات هل انتم ويا نورمار او ويا يارامار بالشيء اللي سواه نورمار، وهذا يعني قطع اخر امل ممكن يار ترجع للفريق عم سوى هذه الحركه اتوقع. بالاضافه لنورمار يا حبايب فتح بث مباشر، وبهذا البث المباشر قال بي خبر كل الساعقه انه هو راح يرجع يسافر تركيا عمود يزور اهله، بعدين راح يرجع للامارات ويستقر بشكل رسمي انه بحيث يظل طول عمره هناك. طبعا اغلب المتابعين صاروا يسالون شنو السبب، فهو صار يقول انه اغلب الاشخاص اللي عايشين هناك بتركيا نوعا ما حقيرين او اشخاص مو زينين، وهو شويه تعب من عدم. راح اروح تركيا زياره اشوف اهلي وكذا، وراح ارجع لهون ان شاء الله بنيه الاستقرار، لانه انا كرهت تركيا ومن الاشخاص اللي يعني كيف اقول، ما اعرف اوصلكم فيها بس الله يوفق الجميع، بس انا كرهت تركيا من وراء اغلب المتابعين صاروا يتوقعون هو يقصد يمكن يارامار او قمر او من هذول الكلام بالكلام مالته اللي قاله انه الاشخاص اللي بتركيا. عرفوا اكتبوا لنا بالكومنتات من تتوقعون يقصد بالضبط. بس والله حبايبنا وصلت المقطع، اتمنى ما تنسون او تحطون لايك، فجروا مقطع باللايكات يا حبايبي. اللايكات صار كلش قليل هذه الفتره، ما ادري شنو السبب مع انه قاعد اتعب بشكل مو طبيعي. على كل حطوا لايك واشتركوا بالقناه، وبنفس الوقت يا حبايب مقطع سارتو بالوصف، وبس مع السلامه.